طالبة في تانية ثانوي، تمام؟ تمام. كنت خارجة من تالتة إعدادي طبعا بحفظ، تمام. واللي بيقف قدامي مش هعرف أفهمه هحفظه، ده حقيقة. بالتالي دخلت أولى ثانوي نفس الكلام. نفس الكلام. تمام. لما هم قالوا لنا إن الامتحان أوبن بوك، فطبعا أنا أحفظ ليه؟ طب ما المعلومة في الكتاب. تمام. لما نخش إحنا الامتحانات نلاقي مفيش حاجة من الكتاب، مفيش حاجة من اللي ذاكرناها طول السنة، وفي الآخر درجاتنا متساوية. تمام. جم الترم التاني خلونا قعدونا على أعصابنا، طبعا ما ذاكرناش وامتحنا في البيت. ايوه صح. كل طبعا كان كلها غش، تمام. وبرضو درجاتنا متساوية. حصل. جم احنا هم لما دربونا على التابلت، فين التدريب على التابلت ده؟ ما فيش حد اتضرب. اقسمت بربي والله المدرسه ادتنا التابلت بكرتونته، روحنا بكرتونته لغايه دلوقتي. تمام. لما جينا بس طلعناه لما امتحنا اولى ثانوي وما كناش فاهمين في حاجه، ولغايه دلوقتي مش فاهمين في حاجه ولا اتدربنا عليه. حتى التدريب اللي بيقولوا عليه الامتحان التدريبي امتحناه في البيت. ايوه. احنا دلوقتي لما دخلنا بقى تانية ثانوي دلوقتي، ايوه، كل ساعه بقرار، مش عارفين هنمتحن ايه. حتى المنهج انا من بدايه السنه وانا بذاكر، من اول قرار التاجيل ده لحد يوم 20 فبراير انا ما فتحتش كتابي. بس انا شايفك حزينه كده، انت حزينه ليه؟ مش عايزه اضيع يعني كل اللي فات عشان السنتين دول. انا حاسه ان انا داخله من ثالثه اعدادي خلاص هخش على ثالثه ثانوي، وانا ولا حصلت اي معلومه من اولى ولا ثانيه ثانوي، ويا دوبك بس بروح ده. ودلوقتي وقفت دروس عشان ماما قالت لي طالما هما من كلهم وقفوا دروس انت هتروحي ليه؟ طب نفسك تطلعي ايه؟ انا نفسي اخش كلية الطب، نفسي. هتجيبيها ان شاء الله، قولي يا رب كده. يا رب. انا عايزه اعرف اعمل ايه دلوقتي، انا والله مش مستعده بصي نفسيا بصي اني اذاكر خالص. بصي، اولا لو النفسيه بتاعتك كده مش هتجيبي طب، تمام؟ طب انا مش لا قادره لا، استعد اصلا. ثواني، هو دلوقتي اللي خلق الكون ده مش ربنا؟ صح. طيب قادر يغير كل الكلام ده بين الكاف والنون، كن فيكون؟ طبعا طبعا. طب العيط اللي انت بتعيطيه دلوقتي او حزينه او نفسيتك تعبانه هتستفادي ايه؟ استفدت حاجة طبعا. اي انت اللي تعبانه ولا الوزير؟ انا الوزير قاعد زي ما دلوقتي بيشرب حاجه سخنه وقاعد قدام التلفزيون او قاعد مع اولاده، لكن انت اللي هتتعبي، صح؟ طب هو طيب اللي بيلعب بقى اعصابنا. طيب مالناش دعوه بحد صحيح بقى. انا لا رافع لا لا، رجلي. ثواني، مالناش دعوه بحد، احنا لنا دعوه بنفسنا. انت دلوقتي تعملي اللي عليكي وربنا عز وجل هيقدر لك الخير اللي هو كاتبه لك، تمام؟ تمام. طيب انا هزرع دلوقتي ارض تفاح، هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي تفاح، صح؟ صح. انا لو زرعت دموعي دي وقعدت اعيط ليل ونهار على الزرعه بتاعتي هتطلع؟ لا. طيب يبقى الاجدع حاجه كده في حاجه كده، وسمي الله كده. انت كنت من الناس الشاطره، صح؟ ايوه. انا جايبه في ثالثه اعدادي 99.5. انت منين؟ بتقولي منين؟ انا من الجيزه. من الجيزه؟ اه. انت الكبيره ولا في حد من اسكواد لا، الدخل؟ عندي اخت اكبر مني دخلت كليه؟ كليه تجاره. وانت ان شاء الله هتجيبي كليه طب. هتجيبي طب، خلي بالك. يا ريت. لا قولي ان شاء الله، قولي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا دلوقتي بقى كل طموحي بتنهار قدامي كده بسبب اللي فيها. لا 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 لا، مفيش انهيار. بصي يا بنت الحلال، بصي انا لا اعرفك ولا تعرفيني، بس بقولها لك اهو، ربنا هيقدر لك الخير اللي احسن من اي حاجه في الدنيا. انا والله انا من رايي انا عندي استعداد ان هو يلغي السنه دي خالص، يلغيها خالص، واعيد السنه من اولها بس اخرج منها زي الحياه. مش هبقى دلوقتي قعدنا دروس وقفنا مذاكره وبتطلب مني امتحن. هتعدي ان شاء الله، وهتبقى حاجه كويسه ان شاء الله. يا رب يا رب. خلاص، سيبها لله. نعم بالله. قول يا رب. ان شاء الله نسمع ضحكتك كده ان شاء الله قبل ما نقفل، عشان انا عاوز اختم بيكي. يا رب يا رب. لا لا لا، دموع ايه بقى؟ احنا بتوع دموع، احنا قلنا كن مع الله. ونعم بالله. يلا اضحكي وقولي يا رب. يا رب. بتصلي؟ بتصلي؟ اه. اسجدي على الارض وقولي يا رب. يا رب. بس هي كده، مفيش اكتر من كده صدقيني. والله العظيم ربنا ارحم الراحمين،
وربك خلي بالك بسم الله الرحمن الرحيم، مش رحمة واحدة، عشان كده ربنا عز وجل قادر اللي هو يبدل دموعك بفرح، وهتبقى دموع الفرح بعد كده، وان شاء الله هتبقى حاجة كويسة. بس دايما ادي لنفسك احساس بالطاقة ان ربك دايما معاكي وشايفك وبعمل كل حاجة انت هتحبيها وهتتبسطي قوي بقرار ربنا عز وجل. بس كده سيبها لله بقى. خلاص بعد كده نقول للدكتورة ايه؟ دكتورة شهد. ايوه كده يا شهد اتحكي. دكتورة شهد هتطلعي دكتورة اطفال ان شاء الله يا اسنان، ماشي؟ ان شاء الله. عشان بتوع الاسنان بيجيبوا فلوس كتير، وبتوع الاطفال برضه بيجيبوا فلوس كتير. سيبها لله تبقى عالي ان شاء الله. ربنا يجزيكي خير يا شهد، والله يا رب يعني دايما نقول كده اللهم قدر لي الخير وارضني به. كله هيكتب لك الدكتوره شهد، وشوفي كله بيكتب. اكتب يا جماعه كلكم بالله عليكم الدكتوره شهد ان شاء الله دكتوره اطفال، يا اما دكتوره اسنان، وبعد كده يبقى النسبه 10% ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. سيبها لله. مع الف سلامه. مع الف سلامه. مع الف سلامه. ربنا يجزيكي خير. مع الدكتوره شهد، وبقفل معاكم النهارده الحلقه الجميله اللي انا قفلت مع الدكتوره شهد بيها، وكل المعلقين اللي هم بيكتبوا، وكل اللي بعلق الدكتوره شهد، وربنا يكتب لكم الخير، ويا رب تبقوا احسن حاجه في الدنيا. انا اسف ما عادش اقدر استقبل اي مكالمات، لاني خلاص انا ما عادش قادر، رغم ان انا يعني ضهري تعبني، ورغم كده والله واخد مسكن عشان افوق لكم شويه. ربنا يكتب لكم الخير والسلامه ان شاء الله. قولوا دايما يا رب كن مع الله يكون مع كل شيء، صدقوني السعاده بيك انت وليك انت، وانت اهو الدكتوره شهد، ودي احلى حاجه نختم بيها النهارده. ربنا يقدر لنا الخير ويرضينا به يا ريس. كل الناس مستنيه قرارك، يا رب يكون قرار صائب ان شاء الله. اللهم اكتب لنا الخير وارضينا به. سلام كل الناس في خير وسلامه ان شاء الله. تابعونا اول باول على قناتكم، قناه اجيال اندلس، اللي هي بيكم وليكم ان شاء الله بفضل الله عز وجل. حبكم وحب ليكم مكتوب في السماء ان شاء الله لينا وليكم. في امان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.